دادي وخلودلك شو قاعدين عم تعملوا؟ هذا السر ما لحن قلك. ليش ما لح تقولولي؟ أماني قلولي شو قاعدين عم تساووا عنكم؟ خالد إلا شو عم نعمل؟ ماما عم نبني شي كتير عظيم والعظمة لله طبعا. شو ببين عليك هذا يا حسرك؟ هذا؟ شو ها؟ مدرج؟ لا كأنه دراج؟ ورجيني؟ ماما كتير سهل إنك تحذري. هذا هرم من الأهرامات. هلا هاد هرم هاد الله يهديكم يا رب من كل عقلكم. خلود حزير شو؟ دادي حزير شو؟ شو رأيكم نروح على مصر ونشوف هاي الأهرامات على الحقيقة؟ واو هاي الأهرامات المسخرة، هاي أهرامات هاي بالدكب بزبالة. يلا ننطلق دادي. برافو. Yes! Let's go! ماما شو رأيك تعملي لنا شي ناكله قبل ما نطلع؟ اعملي لنا شغلة هيك على السريع. طيب تكرم عيونكم رح اعمل لكم شغلة تاكلوها وبعدين نحمل حالنا ونروح، اوكي؟ اوكي. يلا. والله فتت لكم على هالمطبخ وجبت لكم هالخبز وفردته على هالمجلة ودهنت لكم اول خبزة بزيت الزيتون والثانية بدبس البندورة مع جبنة وزيتون ومرتديلا، وهي هلا عم حط لها جبنة وزيتون، واخر وحدة لبنة وحطيت شوية زيت زيتون ورشيت لكم هالنعناع، وباول خبزة حطيت عليها زعتر وهلا رح فوتن على الفرن على السريع وبعدين رح طالعن وقطعن على شكل مثلثات وصاروا جاهزين. تيرا. شو رأيكم بهالفطور؟ شكرا ماما. اهلا وسهلا. يلا كلوا لانه تاخرنا على الطياره. يلا ماما رح اكل انا هاي القطعه، رح نقي اكبر قطعه مبينة طيبه. خلودة بده ياخذ اكبر قطعه. طيبه. واو يا ربي هلا لازم ودع سمكاتي، كل مره بنحطهم عند عالم شكل خطاي. عقلهم باي خلودة. باي باي سمكات. باي باي يا سمكات. خليه يدير باله عليهم ها ويطعميهم ها. خالد انت على طول تقعد جنب الشباك، ما بيصير هيك. انا بدي اقعد جنب الشباك. لا انا هيك مقعديني على الطرق. ما بيصير هيك. لا 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 مامي. والحمد لله ما صدقت امتى خلودة حط راسه ونام، لانه رحلتنا مدتها 5 ساعات، فهيك بفيق بيلاقي حاله بمصر. لك يا جايز صرنا بمصر وبنص الفندق. ماما تخليني اشعل هذا الضوء، انا رح قلبي القضية بتعرفيني. اوكي خلودة اشعله ونقي انه تاخذ بدك تنام عليه. بدك تنام على هاد؟ اتفقنا. ماما رح نام مع الهاجي واجي اللي بيضوي. ماشي خلودة، بس يلا اطفي الموبايل مشان بكره نفيق بكير ونروح نشوف الاهرامات. اوكي. يا عيني عالنوم. صباح على خير خلودة. يلا نام منيح عشان بكره نروح نكتشف مصر. رح حاول احلم فيها وشوفها بمنامي، يا ربي تطلع مثل الحقيقه. لك خلودة دادي شو قاعدين عم تعملوا؟ قاعدين عم نشم هواء مصر انا ودادي مامي. ايه قوموا لحلحوا حالكم لنروح على الاهرامات. ريلي مامي؟ لك لكن ليش اجينا على مصر؟ كرمال نشوف الاهرامات تبع مصر. يا الله مالي مصدق حالي اني رح روح شوفهم واخيرا. يلا دادي قوم. يلا بدنا نشوف ابو الهول كمان هلا. بدنا نشوفهم كلياتهم. يلا يلا. بدك تعملنا جوله سياحيه. طيب. جايز اذا بدكم يعني اعملكم جوله بالفندق وجوله بكل الاوتيل وروتيني بمصر اكتبونا بالتعليقات. رح نورجيهم كل الفندق مو هيك خلودة؟ إذا بدهم مو؟ يلا. وهلا نحن حاليا بشوارع القاهرة، أخذنا سيارة توصلنا على الأهرامات. يعني ماما الأهرامات موجودين بالقاهرة؟ لك لكن خلودة شوف شوف الهرم شلون مبين. وأول ما وصلنا طلع في حنطور لازم نركبه لأنه جوا مسافات طويلة، يا بدنا نختار حسان أو جمال يا حنطور. وكتير كنت خايفة الصراحة. ربنا يخليهملك يا رب وتفرح بيهم يا أبو خالد، يا رب ويخليك ليهم. الله يخليك. تسلم يا رب. صراحة كتير حسيت حالي خجلانة وأنا هيك راكبة على الحنطور والناس قاعدة عم تتفرج علينا. ما بعرف عشان ناخد من حضرتك وقتي. الجولة اللي انت هتعملها دلوقتي اللي انا بقول لك عليها، هتروح الملك خوفو مع الملك خفرع مع منقرع الست اولادهم الصغيرين، مراكب الشمس، مراكب العمال، بتطلع حاجة اسمها البرومة عشان تصور المنظر دوت، وفوق في جمل وفي حصان، وحبيت تصور الاولاد فوق على الجمل والحصان بترضيهم.
شاء الله. تمام، بتوع الناس بتوع الجمل والحصان، والتذكره انت بتجيبها بايدك من على الباب وانت داخل. تمام يا فندم؟ ان شاء الله. تمام يا فندم. وطبعا هلا رح نفوت لجوا ونشوف الشغلات اللي حكى لنا عليها، وانا حاسه حالي فوق بالحنطور مثل سعاد حسني وجنبي جوزي وحياة الله، حسيت حالي بالابيض والاسود. ماما شوفي هذا اول هرم، يا الله شو حلو. شايف خلودة ما احلى، واحلى من هيك انه ما في داعي تمشوا وتتعبوا، يعني وانتوا على الحنطور بتقعدوا بتشوفوا كل شيء، ورح ياخذكم جوله بكل بين كل هالاهرامات، وهون السياح كلياتهم واقفين وقاعدين عم يتفرجوا. يلا مايك يا هيل مايك يا 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 مايك صراحة كانت الأجواء بتاخد العقل، ويلي راكبين معه كتير هيك ضحوكي ومزوحي، قضاها كل الوقت عم يسلينا. ماما يلا نروح نتصور جنب الجمل مع إني كتير خايف. لك لا تخاف خلودة، هدول الجمال ما بيعملوا شيء وأصلاً كتير مدربين. وبعدين ما لقيتهم إلا جابوا هذا الشال وقعدوا يحطوه لمضار وهيك يعملوه على شكل إنه هو مثل الفراعنة، هيك كان يبين، يعني هيك كانوا يلبسوه قصدي من زمان. ما بعرف إذا حكي مزبوط ولا لا، اكتبوا لنا بالتعليقات. يا الله دادي صار شكلك مصري. دادي بليز انت طالعني لاني انا بخاف اطلع لحالي. طبعا خلودة ما رضي يركب لحاله، قام اجا دادي ركب وراه مشان ما يخاف، والجمل وهو عم يوقف خلودة كتير ارتعب. يا دادي كمشني منيح، خايف اوقع. هون قاعد يسألني إنه إذا بدي أتصور على الجمل الثاني، بس أنا كتير خفت. وهلا بعد التصوير خلصوا، أنا أول مرة بعرف إنه الجمل هيك بيخلوه يقعد، يعني إنه بيصيروا بيحطوا العصاية على ركبته لحتى ينزل. فسبحان الله أنا مالي عارفانة هاي المعلومة جديدة، ما بعرف إذا بس هذا الجمل ولا الكل الجمال هيك بينزلوها. شو رأيكم؟ وأكيد خلودة كمان خاف وهو الجمل عم ينزل، لأنه هيك كتير الواحد بميل. وهون كمان رجع سألني، قال لي إذا خايفة تعالي اركبي على الجمل وهو قاعد، بس كمان أنا ضلتني خايفة وقلت له شكرا. وهي خلودة ودادي تصوروا معه بكفوا وبيوفوا، وشوفوا لي على هالجمل سبحان الذي خلقه، كيف شكله كيف لونه كيف بشرته حتى أسنانه سبحان الله. ماما هلأ شو بدنا نعمل؟ خلصت الجولة ولا لا؟ ايه خلودة الجولة خلصت، وهلأ نحن راجعين بعد ما تصورنا وشفنا هالأهرامات كلياتها. هن 3 أهرامات كبيرة، اكتبوا لنا شو اسمهم بالتعليقات إذا شاطرين. أخذك أنا بقى هلا بالعيال، هلا التوكل، وين القبضة يا ولد؟ قالوا بطوا بتاكل ووزوا بتاكل، حزين ليه؟ تحزنش على حاجة، خلي بالك من نفسك وخلي بالك من توكل. هلا بالعيال، فكرتونا عيال، هلا بابو العيال، هلا. وهلا طلعنا من الاهرامات وهيك وصلنا محل ما بيوقفوا الحنطور مشان ناخذ سياره ونرجع عالبيت. وإذا بدكن هيك فيديوهات بمصر اكتبونا بالتعليقات لحتى نصور لكم. ماما كان أحلى مشوار بالعالم. بتاخد فكرة على المعرض؟ معرض العطورات؟ هلا هلا بنشوف، خلينا ننزل نشوف. ماما أنا كتير حبيت هاي الجولة. خلودة شو أكتر شغلة حبيتها بهالمشوارها؟ ماما حبيت كتير الأهرامات، بس كمان كتير حبيت وقت ركبت على الجمل وكنت كتير شجاع. برافو عليك خلودة البطل. ماما شوفي رجعوا رتبونا الغرفة والمنشفة عملوها على شكل بطة، يا الله شو حلوة، كتير حبيتها.
هلا جايز بدي ارتاح ونام، بنشوفكم فيديو جديد، واكتبوا لنا شو بدكم فيديوهات بالمرات الجايه. يلا باي. يلا باي يا جايز. باي 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 باي. يلا باي. باي باي.